الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن درسين قلت ما يبقى سابسنيا صحابي الأرائي مجزاء ابن ثور السدوسي وأنا جزك سد هاد بالله شيء نأه، وأنا درس لك قاضي دوانو دروس فربضا هي عبر فربضا، فلان كول بنا وسك فايدة يسد دوانا صحابي كان إيه تاريخ ديس هي والله أنت لك شيء قدام. مجزاء من الثور، مجزاء من الثور كمي لن جيسي كمي جميل أري لنكا وبكه لبس ذي كمي وإرى الشجاع المقدام الجريء كمي وإرى لأنك جيسيك إيه وريق ذانين كمي وإرى مكاس أدرك وبكلها هيري ذي إيه هيري نيبس كمي ولن جيسي وهاي وباصل لباء قطنا ما يبدلي 100 من المشركين بقول أقال هذا كمي دوم يبدلي مبارزة مبارزة برضو لبوها إن بانين حكيم بهاي فما بالك ما إن ملايس بمن قتلهم انتو سدلي في خضم المعارك جغال كدتيس مركل اسكدها درسن انتو سدلي هدي مبارزة بس بغلو سكدلي أولي هالقوب شلي دي نأسة بغلكم مبارزة سكدلي هالميل شلي دي واحد ما إن ملايس انتو سدغال كنتو سعودي سدلي ها هم أولئي الأبطال ها ولبوها جيسيال كاسو والأمجاد شرف تبرا من جند الله أعيدك إلهي كمدة ينفضون حال يؤينها نو إسك جفايان عنهم يو الغبار القادسية معركة القادسية لا رأي بورج يو إسك جفايان جدلين حال إنها نو كفرح سن بما آتاهم الله ولإلهي سيء من نصر قولي قرقار قولي إلهي هكسي مسلمين القادسية يو كفرح سنين مغتبطين هالإنها نمجر ذايا بما كتب ولله قريء إلهي وقريء لإخوانهم ولو يجو الشهداء وشهداء من أجر أمجر ذايا الله إسنهاين سنكرونا يتيء إسلين متشوقين هالإنها نمهنقل سيغو إلى معركة أخرى لذلك تكون هذا صصين وانتول مدء للقادسية معركة القادسية في روعتها ونفش أما فيلها انتية وجلالها وين انتية يؤتمن إيايا أما معركة نوعاس أوكلا ينيو هدنا القلب متربسين هال إنها نسقو أن يأتيهم إن إنكوي أمر خليفة رسول الله إله رسول جي خليفة أمرش إن إنكوي أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمركاس أكثافسا بمواصلة الجهاد جهاد كيني لسي وغا لاجتثاث العرش سي لنجر سيبه بغرطو يدي بغرطو يدي سو الكسروية الكسروي كسرة لن نسبة ما راح تنمي كسرة سي لنجر سيبه درادية او من جذوره اصلك لن كسيبه اني جهاد كي ايو دقالك لسي وغا امرك نوع اسوك لاني كو يسو غاية لم يضر مدار نابه تشوقوا الغر دتكي مشهورين تهاين ان هلوتي ايهان قلتاق جو مدارنا مشهورين تاسو الميامين او بركي سنائن هلوتي ايهان قلتاق جو مدار نابه ايو تشوفهم ايو جيلنتي كثيرا والبا يعني الغر ولبو جمع اغر الاغر لما المشهور ميامين كان لانك ميمون كان لانك بركيسا ايام الى ري ميمون لارى يعني دت كاس او غيثيال كاه او شرف تبدا او عان كاه او بركيسا ولا يوهن قلتيغين او هايتي اي امير المؤمنين عمر امر كان ما نسيو ان الدغال في اللي سي ودا او سي مثلا دولدي فرس انت كهرت مركاس لمبابي هن قلتي غاس مدارنا لم يضل مدارنا تشوق الغر الميامين
رجعان كهايان أبرا كيسنايين هلوتي إيو تشوفهم إيهان قلتاقل كثير والبضل مديران فها هو ذا كان ولبوا رسول الفاروق عمر لنك هديريو يقدم حاليكو هقلو من المدينة مدينيكو كوي إلى الكوفة كوفينو كوي لن أو عمر هديري أو عاصمة المسلمين تلها كديري ومدينة يكوفو كوي ومعه مع الرسول رسول كاس مع شيني بهاي أمر أمر أو من الخليفة خليفته جيكو كوي أمر عمرها أمر لواليها لوالي الكوفة ولي الكوفة أو أبي موسى الأشعري نهاي أمر لها سي أمر كاس أوه بالمضي إني أسبغا جي أو أسبها بعسكره علمديس سلبها والالتقاء سلكرم مع جند المسلمين مسلمين تعيرمذيو والقادمين كوكوين من البصرة بصرة كوكوين والانطلاق معا إني إذا ما ناس البصرة كوكوين إي أبو موسى رضي الله تعالى عنه أو كوفره إي أسكرتيس إسلا بغاجيا أو لن بغاجي إلى الأهواز من الأهواز اللي أرو أهواز ونبوا قبل أو كميدة قبل الفارس من كيالة قعنك أو إيران قلبت شكيالة أو هده نيلا إني لنبع عمر عمر هديري رسول هديري مرى أبو موسى أنسو إذا ماذا إي أسكرتيم إلوهوان حباغا جيه لاري إذا مكا البصرة كبايان إسكا درسما إسراء دمانتما لاري أهواسا إن غا جيه والقضاء إن الله كتخلص لتتبع الهرمزان لانك هرمزان لأراي وقائدك أما هقاميه إذا ماذا فرص يمرك اسمي لوروي عمر ماري إذا ماذا بصرة إذا ماذا كوف إسكا درسما أهواسا بهن مين اللمبهي لتتبع الهرمزان سلن دوغ على لنك هرمزان لأرو إيو القضاء عليه سلنك تخلص وتحرير مدينة تستر مقالة تستر إن اللي حره مقالة درة التاج الكسروي تاجكي أو كسر لن نسبه جوهرتي نهاية درة ولبوها جوهرتا تيدي ووين أما اللؤلؤ العظيمة الكبيرة ما إلى رأي درة تاج كرم إلى رأي ما يوضع على رؤوس الملوك ولا بغرض ما ذج الله ساروا أو ذهب كي جوهرته يما إلى رأيه تاج لأره يعني ما قالوا تستر يما بهايته كسرة بالكؤس هاي كذا ما إلى أنك فيلها تستر وتحرير مدينة تستر مقالة تستر إن الله خرائي مقالة درة التاجي تاجك جوهر تسئة وتاجك ما يبقى لك حرر أي جوهر أي ذهب تاجك سؤال كسروي كسر على النسبة ولنك مركز فرص فيسك نهاية إيو اللؤلؤة بلاد فارس بلدك أما دلك فارس جوهرتي وهاية تستر يعني بلاد الفارس مركلها اسك دردره بلاد كان كقالسا او ان كفيل ان كهلسا يما هي تي تستر عمر ما يدار اي مركون تستر وهي روهي وقد جاء ما يبكوي في الامر امرك ما يبكوي امرك اسبتيس الذي امرك وجهه الخليفه خليفه عمر هديري هي ابي موسى ابو موسى الهندري ما يبك دها كويي اي يسحب معه اي يسحب ان لبها الله سعد معه مع أبي موسى الفارس أن يسحب إنيس وغذة معه لجرشي الفارس لنك فرديها كهاي الباصل لباك هاي وأن الإرائي مجزاء تمنى ثور السدوسي لنك أصوئي سيد بني بكر غير بني بكر وريش إيواس جنهاي إيو أميرهم أمير شنهاي المطاع وأميرهم أمير شنهاي المطاع والنور والاي والعطيعي يعني ورك أمر ما يبقى لها جري أبو موسى وبه إذا ما لا سنو ذي وأنا هرأو ذي لن كل أروا مجزاء نحكي لسعد يا ناري تقال كاسي الله سعد أبو موسى ورغبي آخري مركان ما يبقى بالله ويهو القلكي سدع أبو موسى ما يبقى للجهري الأشعري رضي الله عنه بأمر خليفة المسلمين خليفة المسلمين تأمرك يسهدري يلي جهري دتك إن شاقي
فعبأ ميب الدياري جيشه عيدين شيء دياري وجعل مين والي على ميسرته قيب تثبت هذه ميب الرئيس كوالي مجزاة من ثور السدوسي يعني ماذا شنميلو ذلك القيبي هاي ميمنة هي ميسرة هي مقدمة مقدمة مؤخرة يا قلبها وأفرقوتو اسو ذلك وقيبتو هرأي قيبتو قذالة قيبتو مدقاء قيبتو بدء قيبتو ليس او دفتك جرد قيبتي ميسرة يا مركو ميب الرئيس كدك يا ابو موسى لانكي عمر إشاري فرتاه كتيجي لانكاسينا سين لصعود يري يا ميسرة ذلك بي وانضم ميب كبيرة إلى جيش المسلمين مسلمين عيد مضيو جيش تاسؤال قادمة كويتين من البصرة ومضوا معا لما أنت مركو عيد مضيو مع ساكرتي أو كفرق دي جنودي بصرة كويت لما أنت ضغاجيا غزاة في سبيل الله حال إنهان إلهي دراديس دولان أنقاذي فما زالوا مكزون عيد مضيو يحررون حال إنهان حريو المدن مغالوينك ويطهرون طاهريو المعاقلة بفيسدة هي حصونتا هي معقل معقل كوليب وهميلو أو يوكديك ذايان أو قباتك أو مهم كنين على سكوهر مروب مكزون المسلمين تا مغالوين كين يأوه رأيان مغالوين كين يأوه رأيان مغالوين كين يرغل لديك عالمي ويه رأيه دين ويسي سعودة معقل كاسل سيدة ويه رأيه والهرموزان حال أي لانك هرموزان لعراي وقائدك أمه قايمه إذا ماذي فرص سؤية فر كورورو أمامه مرتيو من مكان إلى آخر مكان فوق روري مكان كاسس هذا إن كتب هذا كجوري وجس هذا حتى بلغ إلى أسدير مدينة تستر مجال التستر ومن نحن سأغيو واحتمى ميبا جبات كذكذي بحماها حدودية وأنا ما أقل ميبا هاي تغير عادي الأرض دونا أو سدد الأمة أو سهلا من كفر ذكر من لنك جلفر كانت تستر لها في مجال تستر التي مجالها سو إن حاز إليها أو كوي أما كجب ذي وهم أروري الهرمزان ولنك لا أرى مي بهايتي من أجمل مدن الفرس بلك بلاد فارس مغالون شهاء كففير يكمت هايتي جمالا هي قصة ردي قرصة يو أبهاها هان كفيلك متايت طبيعة جهور يجور يدرى عد وأقواها مغالوين كاس هان كهب لك متايت تحسينا وفيسك معاقل القصود وهي مغالو تستر إلى ذلك يو أنت هفصل لقابة ومركي لنفير مغالوين كروح ذا إيا جمالك قابك بسمد هان كفيلك متايت هوذينا طبيعة كلان هاينا غوبا هاينا معتد الأتاء هذا نبو في سيد الله كحررين أدن حق بريين أن تسمي بانداريتين مدينة عريقة مغالة هرو مغالة قديمة ضاربة ترمي بدواسة في أغوار التاريخ تاريخ بمؤدي يعني تاريخ بهر هذا آخر إذا كان أجرت مغالة تستر ويك الشيكية ممنية متولدس على مرتفع من الأرض ملتاقة ولا كديس على شكل فرس قاب فرسيان لسنت موغال يقربس عسن لسنت يسقيها ميبا ورابيه نهر كبير وروي يهكبيه ويدعى لنكويرو بالنهر الدجيل وبيه الدجيل وبالأرو يبيها كشبه وفوقها مغارو القبيان ميبا هذي شاغروان وليبوها شاغروان باسمو ميلبيوها كشبه ما ينغو وبناه بسي الملك صابور لنكلا رأي يبس يعني ملتاقه oo biyo ka shaba maayan biyo weegan tala saar meeltaaga biyo ka shaba maayan waana meelayaha ila iyo kanaala oo biyo ka burqulaaya kanaaladaas oo biyo ka burqulaayna may baa la ka sawiray xayawaanad libax oo kale oo geed la kusubi biyo marku libax yahay ee luqad ee yahay ka burqulaayan walfaas oo kale suubiyan banaahu ibta al malik sabur mayna saas oo wala yarfaa ilayha magaalada أن تستر هجهن كورولا ماء النهر وبيبيوش من خلال أنفاق إلوين يوها الله مرسيو إلوين كاسو حفرها وسقضي تحت الأرض للكوهستيس بيوغي وبيبيا للكوهستيس الهنغوري تاقس لها سار مركات شابروان كاساك شو ماي وشابروان تستر
magaalada tustar shaalarwaanshe وأنفاقه إلوين شيء يتبوين كل نصوب عجيبة والله لياب ومن عجائب البناء والله لياب دسمه كسافسا شو يدام إبالك أكاي بالحجارة الضخمة شيذوين المحكمة ولا أكاي يلك حوجي ودعنا مبالك تتيغي ولك أكاي بأعمدة الحديد تيرر أو برأة الصلب أو أغد وبلط ما يبقى لك سبسري ولا كمراسي أو متلالن كذكي هو وأنفاقه شاوروان كاس إيو تبوين جيما إلوين شيء ما يبقى سبسري لن كذكي لكمراسي بالرصاصي مار مارا لكمراسي إلوك سبسري وحول تستر مقالة تستر ما يبقى بالي هذه سور دربه أو كبير وين أو سامق أيضا دار magalada qoomay ba kuwareegsina derbala dhisay eedan dheer yuxiidu biha derbigaas yuxiidu ha kuwareegsini biha bitusturiya kuwareegsini ixaadata siwaari si jijintii aan kuwareegsanta bilmicsami majinta saacada si masalan galanta markii kuwareegsanta dulal aan lahayn dhimikas inkiigda iyo derbigaas yacni saasaan kuwareegsanaa يحدث الصوار بالمعصم إذا مثلا قالي شيء أعضاء من البناء الله يعني دربنا أعيد لهم أعرين قالوا لهم سكهاي الباب البناء الله قال المؤرخون عنه تاريخي هندي ما يبقرينا عنه فعند ذلك الصور كشيك يايان ما أرينا إنه صور كاس أول وأعظم صور درب كين كهوري كوين أيو وبني الذي سي على ظهر الأرض بالكوكو دي درب لك دي كين كوين يو أن انكوري يالعري دربو لك دي سي الله كوري دي مغالا تستر ثم انت كدب حفر الهرمزان قائف كي فرص هرمزان ما يبقى قضي حول السوري درب لها سباليسة ما يبقى قضي خندقا عظيما بفيسوين ويتعذر ومتعذر نغباس ونسور توانا اجتيازه قذبوشي دربي بالي سمي بالأخوان دلهم فريس وين أو مرنا نقول بكرة وحشد ما يبها أروري وراءه بفريس كاس جدال شيء خيرة جنود فارس إذا مدي فرص عن إنك صفى العين يملك أروري ما كان ما يبقى كل ما أرمي إذا فرضا وارنتك ودولب وخندق الله عند عفكر دربو الله كتلة بسدكرنا إذا ما أولها حولي أو ميل إنك دم بيتي روغان عسكرت جيوش المسلمين عسكرت ميبا معسكر كوالتي جيوش المسلمين علمي مسلمين حول خندق تستر مقالة تستر رفيس جي أما قذب جي باليس يا معسكر كذكرة وظلت ميبا هاتي علمي مسلمين 18 شهرا تم إسيد بلوت يا محاول الصوبياتي دقال الجلاسي لا تستطيع يوم أو ذكر إجي تيازه إني خندق فيك قدر تميس يد بلوت يلس كرفع علي أول الدول تيغن علي وخاضب ميبا قال لي جيوش تاس مع جيوش الفرس إذا ماذا فرس ميبا قال لي خلال تلك المدة الطويلة تميس يد كاس بلوت قدانتية ميبا قال لي 80 معركة سيتون معركة ديدي وكانت كل معركة دقال كاستمي بهاي ومن هذه المعارك دقال لهم كمدة تبدأ ميبك بالله وذكرتي بالمبارزة يعني مبارزة نصوبي لان اوفروس كمدة يعني بنان كاسروا ملا المسلمين تسنبها يك بالله وذات مبارزة ذات أضح مراس بين فرسان الفريقين لما ذكح فرديها نذيو لان فارس من فرسان المسلمين إلا فارس من فرسان الفرس يعني اسبهايا ثم مركب هرق ملك بالله وتي تتحول ما يبقى نسب الدلاسة إلى حرب دغال أو بارية كل أو ضروس أغس يعني نسب الدلاسة وقد أبلى موجي مجزأة من ثور لأنك لا يرون في هذه المبارزات مبارزات كاسمي بموجيه بلاء وعذرف أو أذهل العقول عقول مع عقليالك أو كيابي وأدهش وريريه
الأعداء عدوك إيه والأصدقاء دتك صاحب في وقت معه يعني مبارزاتك وسميلك وصوبي دتك دول الله يعلم قال الإسلام مسلمين في الله يعلم فقد تمكن ميبا سورة قلي من قتل 100 كمين بغل جيس أو لباح عيني أسدلة أو من فرسان الأعداء كمد مبارزة مركز مبارزة صوب انت لن تري مبارزة ميلوس كدلي بغلان غلا أو دتك حل كفر استكمده فأصبح اسمه مغادي ميبا نغلي مجزاء يثير الرعب أرققحكو حكيو في صفوف الفرس مجزاء وابديغان نحاية ويبعث مكو حكيو هاي هدرو النخوة حماس إيو مروءة إيو هنغين يميبا ككياي والعزة شرف في صدور المسلمين مسلمين طواب مجزاء أو سيفتس حقاري أرقين وليبا بشاري سيدجرين لنكاس قلبي دي قوة باي وعند ذلك مركز بالية يا عرف كسن الذين هاني لم يكونوا قد عرفوه من قبل ودتك هرنان ان انكسن مجزاء ميبا كسنا لما حرس امير المؤمنين عمر منك ذلك على ان يكون انيس هذا البطل قيسوه الباصل لباك في عداد الجيش الغازي اذا ماذا دولانك قاباه انيس سلاح كدرك عمر اشارة اشارة حكمتك كجرت دتك قار مركز اغاني لكن هرنا من أوغانا مركز دم مركي وعلى رأس سموجي مجزاء رضي الله تعالى عنه يا أوغاني وفي آخر معركة دقالك إنك دم بي ومن تلك المعارك أو دقال هذا سكمد وأثمانين سيتنك إيه حمل المسلمون المسلمين ما يبوررين على عدوهم علوش وورر حملة ورر أو باطلة او جيسنمك داهن او صادقة رمي اخلاقك داهن فاخلى الفرس تدك فرس الاراي قرار هاي ميبا بناينا لهم للمسلمين ان بناينا الجسورة بندوينك يبناين ابرشري او المنصوبة لتيغي فوق الخندق دفزين مدام او بناين وملميلة ميبا لساري بنده او لكتلابه من تكل ولا بوها دفيس ويمو مه جذو كور بندو يمكن كتلة ولا هين وكور مي بسار ماين الجيوش تفرص سار ماين حمراء راس مسلمين تك قارين وكم مي بسور تقولي ذي إني خندقي بندو يمكن سار ماين قارن مركز يوك جبانو بناين ولا ذي مي بمن قالين قالوا بالمدينة مقالات تسطر قالين وأغلقوا مي ظهيرين عليهم كرشو أبواب حسنها دفيس دي الباب دي وهير المنيعي أو إيت نعكاي مغالا دي قال مغالا ملتاقي وكيالا دربق مديري ميل قال هنا الباب والباب كن هيرني هذا كوي قال كقال ماذا قصب انت دربق أو أغك إني أغ كركرت قاب كلم كركر الله هنا فرصمي أصوبيا انتقل المسلمون مسلمين تكجورن من هذا بعد هذا الصبر الطويل صبرك أو درك بدنك دب من حال سيئة حالة حنيك جور إلى أخرى حالك لين جور أشد درن سوءهما حالك لا دنا فيك أرجين جور فقد أخذ الفرس قال الفرس ما يبجود قلنا ينظرونهم إنها كروبيا من أعالي الأبراج تاج كرشو بسهامهم كمنري أو أسائبة أو شيش كفيل هاي مسلمين بركم الغصر لنا قالت مقالة تاقية سارني الباب دي هيري دين كوركاسة سارني لنكوها شيشي لنكاس فلارتك تتيقنت فلارتك لقيمة سونا كوركو وجيري بالديرس ميك قصب انت دربقني على كوركورت دربقنا ميك كوركورت وجعلوا مبقود قلينا فرص يدلون اني هراريا من فوق الأسوار دربقي كرشي ميبحك هراريا انا سلاسلة سلسلوء من الحديد برأه في نهاية كل سلسلة سلسلة كستدرفتية ميبا هذي كلاليب برؤق الله عنه متوهجة أو أولولات من شدة ما شيء درنانتيس أو حميت لحك كركرة بالنار دا دربيجي ميبا حكا هلا ريانا صوبيانا سلسلين أو برتون هلبك كوانك لكراري أو كالحديك جارت برتاس أو دبلها جيليا كركرة يا كرارة فإذا رام هوب اسكدية أو طلبة أحد جنود المسلمين عندما المسلمين تلان كمان تهابوا سفرة تسلق الصور دربلي نيسو كوركورة
أو الاقتراب من أما دربقها الطوارة أنشبوها فيه درتيادها قليان سلسلة لها كدرة سلسلة ولا بهو بجير كدر تلاح قلاسة لفل ما ليلقى الكلمة حريبه وجذبوه هجيريا لنكاسي إليهم درتيادها قليوها كجيدة فيحترق جسده جرشيه قبضه ويتساقط لحمه لبجي هوبده ويقضى عليه ميرلك كتخلصه مشكلين أغتمر للكل أن تلعب صدون الله اشتد الكرب كربو دي يدر صناتي على المسلمين المسلمين تكرشه وأخذوا مدى الجذقالين يسألون الله إلهي مي ويدي سنة بقلوب قلبيان أو ضارعة أو تضر كباها أو خاشعة دليسا إن إلهي كويدي سنة أيفرج عنهم إني كربوهم كفيد ميليو قالبهم كمرايان يوك الديريان إني وحلان وينصرهم إلهي نيسن كقرقارا على عدوه عدوشي الله عدوشي وعدوهم عدوشي إلهي والبضن توغي المسلمين. وبينما كان أبو موسى الأشعري وقت أبو موسى يتأمل في رفيريو سورة تسترى دربقي تسترى العظيم وين يوسف في رفيريو يائسا حال يسوى قرصدي من اقتحامه إني لجيرو ورجل يسوى قرصدي يا سقط ما يبها بيي أمامه ارتسم يبها بيي سهمون شنبير قدر قلت سقط ما يبها بيي أمامه ارتسم يبها بيي سهمون في اللعرة ارتسم قدر أبو موسى أسوه دربو يرسان فير فير يو أو رجيب سئيت وحنطين يا ارتسم يبها بيي قمون وذف الهجمي نحوه جهدس الهجمي من فوق السور دربو كردين الهجمي قمون الهجمي يا ثالثة كديس فنظر إليه أبو موسى جمونك يا سيري فإذا فيه ما يبكسون جمونك رسالة ورقضا لها قرئ جمونك يا لها كدجي مركون رسالة أو جمونك لها نبيبي ورقض دينا يبقى قرر لها قرئ ما إليه لقد وثقت بكم سيانك كالصغنا هذه معشر المسلمين هوبي سنهدندك مسلمين تأه وإني أنا أستأمنكم ما يبسنك طلبي أمان على نفسي نفتي ومالي مالكي وأهلي أهلكي ومن طبيعني إنتاني رأسا إني أمان إنسيدان غسين كطلبه ولكم علي إثيم ميبا إلتين أو كركيث إلتين أن أدلكم إن أنا سنتسي على منفذ من الضلال أو تنفذون من اسمها كقلاسا إلى المدينة مغالا أمان إثيا نفتي أولادي أهلكي من المغالوها كقلاسا كورتان أسنسيين فكتب أبو موسى ما يبقر أي أمانا أمانا قر لساحل السهل لأنك جمونك هقرأي لأنك جمونك لها يا ورقات القرأ وقذفه انطوري رسالة أمانك إليه إلى ساحل السهل ينقرأ انطوري بالنشارة جمونك أنك انطوري ذلك الشيش كذا فإلا هاي جمونك ما إله تبايا عبارة ليلو سنة كنغي فاستوثق الرجل لأنك جمونك انغري وقد يأخذ سيدي أغاني فاستوثق الرجل لنكي ميبا هبصدي من أمان المسلمين مسلمين تأمان ذي هبصدي لما عرف عنهم والمسلمين تلك بردي ومن الصدق بالوعد بلنقاتك يصوب المسلمين تمكا بهجر سكست عداوة لها يتهوب بلن فرد لي هذه جماعة لي هذه وبلن لقلن بلن تاس مكا بهجر المسلمين وإن رغم جنهاي إيوان وفاء بالعهد ولما عرف عنهم وليلككس المسلمين تأو من الوفاء بالعهد بالأوفيوك وتسلل هسيسي بذلانك حضوم ذي إليه المسلمين تهجوها الضهي تحت جنه الظلام مبدقي فوق إبقنا تسمينك مركي مبقنا غري يا حيلة سيدي لانك حضهي مسلمين تأنقوي وأفضى لأبي موسى أبي موسى وميبه الديرسي بحقيقة أمره حاجه يحقق لي سندير وموسى وكلومي فقال ماري لانك نحن اول من سادات القوم تكون فرص لارو اشرافتي وائلا يا كمدنا دتك انك ففيلا انك مغدير انك لان دير ساك مدنا وقد قتل الهرمزان لنكون قائدك او عيدمو فرص داه الهرمزان رو ما يبدلي اخي الاكبر ولا لك انا اوين وسدي وعدا ما يبك حق لي على ماله مال شيء واهلي اهل شيء وأضمر لي أن إنما يبقى قرصي الشر شر في صدره يبتشي حتى ما عدت إلى أنا أنغنى آمنه كوكآمنه على نفسي وأولادي
نفطي أولادي إلى أنك آمن نديرتي فآثرت ميبا الضوربي عدلكم هو اسم اسم المسلمين تعدالهم يا ميبا الضوربي على ظلمه ظلمش يحد قد يك الضوربي ووفاءكم بلن أوفيوك ناك الضوربي على غدره بلن بريوشي وعزمت ميبا قعاصري على أن أدلكم إني أنا سنتسي على منفذ إرد إهلول أو خفي أو قرصو تنفذون منه اسم كدساسا إلى تسطر ما قال تسطر اسم كلاسا تلو هلولون ميكي لنا غضفرت هلول فلوس أيانا مشكلك لو والله كتنا على الضوء نفتيه ما يري لنك مركون فأعبني اسم إنسانا قف يتحلى في سفيسا بالجرأة جيسنا ماء والعقل لن عقل بضن أو ديرين كل أذك يدرسوه ويكون أهاروه سننتاسمي باندير ممن دد ويتقنون سفيل أنصغين السباحة الدبالة حتى أرشده سأنا مركز انكهنون إلى الطريق أبو موسى نيبا لك عسر لنكوم إليه هو لأذك دلن جيسة عقل ديه هو بلده قلون دبالة سفيل أنكسو إدرع جيكي لك قلوة كتوسية كدين مركزي إثنه هو لسنتال لنكوم همين ميل بيئة وحدها ماري وسلها من المدى صمي فضاها اللغوذة وبيوغدها مرسي كدبنا مركز توسي ميلة أضيغة هرموزان روغة لنكاسي وسحى النغضة كدبنا مركز عيدة مدي قيكم إذا مركز تقلع مغالسة وكفر الفضاها ميلة المفضاها نواليبوها خندق قدو كده تيس أموه وبقى دجيل إمغالب إسكهيرو بيبوه خندق ميلة قار واليبوها ميلة ملقو أنتك روغو لنكا هو بصفته إذا انقاذنا من البيب وهم وكذا تجاء مرمر ولي بواجوج أن غذاي كدر ركورت مرمر إسخوة دوار ما سكلم كمولو كرت مرمر بيوجي هاد أكاويان مجدو همينو هو أنا أفتح قوة أنا أطبخ فيها سلبي دول ميلا هذا مسافة ولا دار استدعى أبو موسى ميدا وير الأشعري مجزاء ثمن الثور السدوسي أبو موسى ميدا وير لنكبيتي هاي وأصر إليه بالأمر أرنتياس هو سأنك شيء مير أرنتا سجر وقال مير يا أبو موسى أعني مجزعه إنك كالمي برجل لن أو من قومك خيرك أو بنو بكر كمده له عقل وعقلنا له وحزم قعان له وقدرة أودنا على السباحة لن كو ألكساس أو ريركين عقل له قعان له دوالنا كسو إنشان فقال مجزعه ميري اجعلني إيوال ذلك الرجل لن كاسئن إيوال أيها الأمير أن هدنا لك ورم لن كهو لسلم ديبوه ولن كيسيق إيه وعقلق البدن دوالانا كسو لن كان هدينا نوي دينا أن هدئ إيوال لنك فقال له موسى مئري إذا كنت قد شئت هوب عذيب فدي فعلى بركة الله وايه أذلك إن دافل أذلك يا الله ثم إن تذكديب أوصاه أن در دارمي أن يحفظ الطريقة جيت كل مروء إنه يسحذي وأن يعرف إنه يسكسر موضع الباب الباب قبوط إنه يسفيل عن علامة ليس وأن يحدد إنه يسفيل عن حد عن عيما مكان الهرموزان هو بأسسينا هرموزان ميلو سدقني قرؤ سدقني إنه يسهأغان وأن يتثبت إنه يسوان حبصر من شخصه إنه هرموزان أي إنه حبصر ولن كان لنك قلدنا وأن لا يحدث إنه يسهان صوبنا أمرا أرن أو غير ذلك وأنها الدلة دقالها قال لي أرن تاسبس يا صوبي عليه مضى مجزات مجزاء يا بغاجي مجزات من ثور تحت جنح الظلام همينك مقدجي هوستيس يا بغاجي مع دليله الفارسي سؤال الله سؤال لأنك جيت كنت ساي أو فارسي قال سؤال الله سؤال فأدخله ميبق لي في نفق قط أو تحت الأرض يلقوه استسعى يسل إسكهيرا وبتكاس بين النهر والمدينة وذي يوم مجالنا إسكهيرا إذا هرمر أو الديريو فكان النفق بتكم بهاي يتسع طارة المدو واسع ولا غذي حتى يتمكن إلى استمركاس أود أنكهلا من الخوض من يسدب على في مائه بيوشي وهو ماشي أسوق صعلو على قدميه لما يسلك مدو واسع وانا غني من الجوج وانا غني يعني لكي لكوس مدو داري
ويضيق تارة أخرى مدونة عريريها لغدة ميليو دير السلوكة الأودي ميبا ديرها وفدها حتى لغاها ميليو سارانتي مدغا ميليو ديغات من لغدة حتى يحمله إلى وسكهم بار على السباحة دبال حملهم بارو وكان ميها قد كاسي يتشعر جد جدا ولا لاي في صوت فرطمي بها كبهي كونتن بها وكونتن بها وكونتن بها وكونتن بها دور جدا لاي مرة يتشعر ويتعرج قلق الله عماي مرة مضمين لغي كابد بأوكا صلى الله عليه ويستقيم مرة ثانية مرة توسه من الأول فرصمي حتى هدي له هذا لأن كثير قالوا لأنك حمرة أرينيس كده بختي وهكذا حركة صحيحة حتى بلغ إلى أسدير به المنفذ حتى بلغ به إلى نفق أسدير المنفذ هلولي الذي منفذ كاسو ينفذ منه لأنك القلاء إلى المدينة بغلال المدينة شيني فسؤال الله بعضيه إلهي قد بيه قدبن مغالذي يقلن مجزاء يولن كدليل كفارسي هاي وأرى تسي لن كفارسي هاي هو مجزاء ميبا تسيي ألمو الهرمزان يتسي قاتل أخيه ولن كوالجي الدليل ميري لن كهرمزان لأراي لن كاسي وشيه والمكان وأراه ميبا تسي المكان بوسكنا تسي الذي مكانك يتحسن فيه بفتك كذلك ذا ينتسي فلما رأى مجزاته مجزاء مركوس أري الهرمزان هم ما يبدا معي بأن يرديه إنيس هلالا بسهن قمون في نهر إنيس بون تقضوا الدمعي إسراوات مجزاء لكن استمع الله بسمنه جانب أن تذكر إنيس حصن صدي وصية أبي موسى له لكن نمشي هاي دردارا كسل دردارا بأن لا يحدث أمرا إنيس والكان هنصوب إنيس حصن صدي فكبح ما يبقى براك وقبضي كب حقا ما يلعره ريابوك قربوك الهجة ميها اما الدمارك اللي جانك كجاك مركز هكي جيد اما بابورك الوراها يتمركي اذا فرينك اذا قوت يا كب حقا لن استعماله فكبها ما يبقى نغي او ريابي ابو مجزاء جماح هذه الرغبة وجدنا اما فضوك عسي إن هو جانشي أما جاموشي ونغي في نفسه نفسه يعني إرادتي قانك هكذا لذي إنه يسدل إن هرمزان يا غياب إتأسكي وعادها نغري من حيث جاء إلى سكوكوي قبل بزوغ الفجر لأنك فارسي هسكهري مجزاش ليه سادنا جيك يمر هنغري وكنوا مع سعودي في سعودي في سمر كي سلادة بالتفضل في يمي بكوي مجزاء ليه جاتك يلاني يا هاي مسلمين ترهوغين إن شيء ما كون أبو موسى وإن شيء من جدكوها عربي وأنا ما أريه من الخضورة أو لم بديره لما ركض لم بديره لما ركض لأنكي قالونا ما يبقى قاليه ولبوها لما ذا بقيري إنه لما ذا بإنيس جنهارا ولي ما إليه جينيس انبدبات لأنك مرو إنيس فكوضان بيكورت وأنا ما يبقى مبانتا إنيس انفكر لذلك هذا أرغب دونا إذا ما بدأنا لقلي دونا انت مكاس ملك شهيد يك بغن عرض انت تبد درس اعد مدى الديار ابو موسى ابو موسى رضي الله عنه 300 سدح بغل الديار ومن اشجع جند المسلمين الى مدى المسلمين تحنك جيتسن قلبا قلب اها واشدهم حنك درها جلدا الاثكيق اي وصبرا اي اكيسي صورك حنك درها ويا الديار ابو موسى وأقدرهم حنك أود بلن على العوم دبالة وأمر عليهم ميبا أمير كدكي مجزاء من صور أمير كدكي وودعهم سبوتي أبو موسى وأوصاهم وأن أندر دارا وجعل ميبا كوالي التكبير تكبيرتيا ميبا كدكي علامة علامة على دعوة جند المسلمين مسلمين تعيمدي أولن كويرا لاقتحام المدينة هو يقول قلن ومركز دلالك بالله ذاتكي دربغة سارناي وسلسلين كحرارة ياي له رسولهم ذات المسلمين تمركز ومركز لنكوير اني دربغة يحقروا قرآن ما داما ذاتكي هو لصوبية العرق لغاي علامة المركز اني مركي هو لديارة لنك لصوبية ما هي تتكبير كدك اني جن تكبير ستا أمر مجزاته ميبا فري رجاله رجيه سديد بغلا ميبا فري
أن يتخففوا إني أسكفوا صيام من ملابسهم نرك ما يري لما دركا قلت كير هذا مركز دوادك هير هذا مد أربعة أنا سقاط له يعني بيلا دكال صغير ما استطاعوا أن يتخففوا إني أسكفوا صيام من ملابسهم درشو ما استطاعوا أن تبيعوا أو ذكرا حتى لا تحمل سئنهم بارنا من الماء بيه أو ما يسقنهم العل صيام وحذرهم أيضا كدقي من أن يأخذوا إني وحقاضا معهم معيشة غير الصيوفين لم بسيفتس ما والكلوة بقاضا دبا أي لن كلا أدن الله سيفتا بسيف سيف نتيجة رميك قاضا كو وأوصاهم ميبا أن در دارمي أن يشدوا إني وهيران ها صيوفتي على جسادهم جرشي وكهيران تحت ثياب لم بسيفتس هقاضا سيفتا مركور اسكهير هيران صالج مركاسا كركير على قاضا هذا قلنا مرانتا مركون أذي قدكيا إسعيتان ومضى بهم لبه في آخر الحزيع الأول من الليل همينك ثلثك قيبتك واد آخر جي يدغاجي يعني أفرسها منا ما أشنساها من مركيئتي يدغاجي ظل مجزاة من ثور ميدا قذقلينا وجنده إذا وجس البواسل قسيالك نحو من ساعتين لما ساعد والقضو يميد هذانا يسارعونها لدقها لمايان أو للبد مايان عقبات هذا النفق قد كن كان أي عقبات الخضيري أو الكبر لما ساعدوه كامل يروا كده تيس بي دتيو لك رفضاي مدقوا يقولوا دو بيوغس كيلا نغري قد كس دو عقوري فيسرعونها طارة مدقوا حب ديان بيوغيات دي سيايا وتسرعهم قد كيا أدنا مرنه بديا طارة أخرى مدويك حب لي بيلا بهايا مدوها نغلايا يوساس اي ولما بلغوا مركيو الديرين المنفذ هلولي المؤدية الى المدينة مغالاز كدير سياسي مركيو الديرين والعفوفي يوجد مدها لي مجزاته ان النفق قدكي قد ابتلع اهي سطنجي 220 رجلا لما بغل يلا لا تنقف من رجاله سيدح بغلها يعني ميقها قلي لما بقول إلى واسنا قال لي وأبقى له ثمانين سيتونها مهرف سيتونها بدباد لما بقول إلى واسنا فيلك شهيد وما إن وطئت ما بإستغنب أقدام مجزاة وصحبه مجزاء اللغة الشيئية وصحابتيس أرض المدينة مغالين تسطط للشيخ هو بيكسر من يعني وكذا لما ساعد بلميه عرق بيكرت ولا عكرف الله فهم الضوب إلهي قمشو نغادر لها ديرسي ومنقاني حتى جردوا إلهي دارتران صيوفهم سيفتي سيفتي قلقا كجيرت مركون قلقا لها كالباي يعني إلا إكرامين اسكماريها يهولا يعني وانقضوا ميبك ديانا على حماة الحسن دادكي لفيسكي إلى عليها يا مركاسة كورديا فأغمدوها قلعن كويلا في صدورهم لا بتالي سيفتقل كويك بيه قلعن باهن تا عدوهي هبت ديه قلن كوال يعني دردرين ثم انت تكذب وصبوا بيض الى الابواب تتكي البابد لك قلن لها الى ايام الكهر اللي ديها لمي سيتون قفاها انتك او مسلمين تابد بالين مركيو اطمائين تتكي حراستها يهدنا ميبا كبول لنا ابوابتي وفتحوها يعني ارتوية مغالا لك قلن لها يهدنا حوك قلن البابد الفرفرين وهم يكبرون يوم ركعت تكبير سلايا فتلاقى ميبا كلمي تكبيرهم تكبيرتي ومن الداخل مجال الجذاتي تكبيرتي كقارين يا ميبا لكون انت مع التكبير اخوانهم ولا من يجوا مسلمين تتكبيرتي من الخارج وبناك كتكبير سلايا وتدفق المسلمون المسلمين تيها كشبنين على المدينة مجال كرشي عند الفجر مركوا كبر ياي مركون دربوا كستوها فولي ودارت ميبا دقاق بي اما ديدي بينهم يو بطيو يو بين اعداء الله رحى معركة ديقال شيدجي يقاقاقي اولي بسد معركة راس او ضروس ايتن قلت اللما ايتن يرشهد اني ارغي تاريخ الحروب ديقال هذا تاريخ مثلها دراسي اني ارغي مثلها معركة نوعاس او كلاه هولا اغيق ايو رهبة اقصد ايو كثرة بغنا انت في القتلى تتكلس كتنا مايو معركة نوعا سوكلا دحمر وفيما وقته كانت المعركة دقالك يأته قائمة توكسرهم على قدم وساق يعني يؤهب حوق سعد
lug iyo hoogii oo ku surunta yani dagaalku soo markaas oo madab baybayo lugfanimeeso oo dhiigga la ku socda yaa abra sara ay aragay majza'atu ibn thawr lan kala aray may aragay alhurmuzana lan kala aray aragay fi saahiha oo goobti dagaalkiya majza'a miba ila saaray oday qaaidka haye oo furus wadi faqasada qasda injeeti wasawarahu bisayfi may ba kuwararay oo kulubooday seef fama labisa maabane gaaleba an ibtalaahu inay dhunji mawju almuqaatiliina almutaqaasiliina dadkii dagaalamaayo hirsho yaa dadki qari oo mayba qariyehe lankiisu warara falaay dil falaaysa markay dahay dadkii way isdhexgalahe lankii dadkii ka dhexdarafay ka qarsoon wa akhfaahu ka qari yani mawjkaas wa akhfaa mawjkiya qari fu hurmuzaan qari an naadirayhi majza lamadis handood yalla ka qaari arag waad uma intaas kadib inahu majza bada hanmuqdi lahu hurmuzaan maratan ukhra madukali hanmuqdi fandafaca naxwahu jahdisan dhaqaaday wa xamala calayhi weerari wa tasaawala iska dhaafsadeen oo majza'ati walhurmuzaan ya bisayfayhima lamadiyo seef yaa iska dhaaf dhaafsadeen fadaraba kulu minhuma ka kasta lamaadiyo kamida dhowe saaxibahu saaxibkee dhowe darbatan qaadiyatan oo darbo oo masalan lanka hoba dirto oo la dhimado ya dhowe fanaba hanaqadi sayfu majza'a majza'a sayftiisi hanaqati magoyn yani gaashan walaalan dhiki markaasi yaa meel la falaay ma dhoon wa asaaba sayfu alhurmuzan gal hurmuzan sayftiisana usuna lahali hurmuz majza'a fakhara bi albadalu geesigi alkamiyu oo dhiiranaay albaasul libaaka haya dhi sari'an halay ko markaas dhulka dhi cala macrak ala ardi almacraka goobti digaalka markaas meel ka shahiidi wa aynuhu illisna qariiratan atata ku qububsiti bima xaqaqa allahu alilaahi dhabay calaa yadayhi lamidis galneed wawaasala sii wadeen jundu lmuslimiina ciidamada muslimiinta alqitaala dagaalkiya sii wadeen xataa kataba allahu lahum nasra ilaa ilaahay in qoraayi guul wawaqaca alhurmuzaana may badhiyay fii aydiihim galnyaajo asiira nololla oo wadaneen hurmuzaan leeraayo indalaqa bahen almubashiruuna dadkay bishaarayeen yabbahen ila almadiinati magaalo madiine inbahen yazufuuna xaal ayin haano un gudbiyaayeen ila alfaaruuq cumar hejey bashaa'ir alfatxi bishaarooyinkii fatxiga wayasuuquuna ay okaxeeyeen amaamahum hortiyoona alhurmuzaan lanka la araay wacalaa ra'sihi xaal kudhi madajayna saaranta oo hurmuzaan madajayna usoo saarami taajuhu taaje oo almurasacu laku qurxi biljawhari jawhar laku qurxi taaj oo dahab iyo lulu usu ku qurxi kordhiin madajay saarami wacalaa katifayhi lamadis garabna saarami xullatuhu oo go-jay ama isku jooshay almuwashaatu oo laku qurxi ama laka xarari bikhuyuubi dahabi oo dahabka xariirtiis laka xarari liyaraahu alkhaliifatu liyaraahu san araga alkhaliifatu khaliifatu san araga lanki hurmuzaankahay yalla kahay wa kaana almubashiruuna dadka bishaaradaas wen mubashiriinta may bahaayeena yaxmiluuna haano wada maca dalika tacziyatan tacziina wadan oo xaaratan oo kulul lilkhaliifati khaliifadii an wadan oo maybaan ka tacsiyeyeena bifaarisihi lankii fardihanjee haaye oo albaasili geesiga haay majza'at ibn thawr oo inaysa shahiidin an wadan markaan farxad weyna dhiidi majza'a inkasta uusan uusan rooray inuusa hale laakiin muslimiinta eeda injeelayeen inuusa ka dhex muuqdo qisada intaa ka dhamaatay mayna ka qaadaase dadka muslimiinta oo ilaahay subxaanahu watacaala oo makani aruntuu may badyahaytay khilaafadii cumar radi allahu tacaala canhu iyo dhiyaasi futuuxaadka dadka muslimiinta furuden ini oo inka dhiina buulu dubudo iyo faataxan nis barowle lanka deerin ya dareemaas oo reeg fara badan markii naftiyo ilaahay ka gadaya subxaanahu watacaala oo culays kasta ama dhib kasta ha wajahataasan ku gudubeen ya ilaahay subxaanahu watacaala nasrigaasaysi ninkala dareemaysa ilaahay subxaanahu watacaala mar kasta sucuwaad kasta jara ma adeeg kasta jara hooba dad mukhlisiin eba ilaahay ha saar howlisa kastan adkaato caqabo kasta jarto hoob allah la rijaal
oo markaas adduunyada aan doonana hababdii ay ilaahay subxaanahu wa taala inay la kulmo ama ay intii oo iliyo karaahaysa dadkii cadowga ilaahay oo meel la saaray oo baabaan caqabo kasta jeerta ay ku gudbeen ilaahay subxaanahu wa taala culays kasta habaa faraj oo markaas ku muslimiinta ka baxsadaayaan ya ilaahay subxaanahu wa taala anbiya lagu noocaas oo kale ah ya sababtii oo risaaladahani deerta oo sababtii oo ilaahay subxaanahu wa taala islaamka ka cizeeyay gaaladii oo kibirka badanaayay horumarka dunyada deerti dadkii ka qaalisanaayeen oo ahaa oo saaf lambursadaay min baladin ila baladin oo min makan ila aakhara ila markii qalcadin ka dambaytiyo lahaayeen oo intaas xisniga lansuubi saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la ogsani geesanimadiyo iyo khibradiyo lahaayeen tum is yeed bilood meel iyo dul taaganaayeen iyo dhaqaajiyo waayeen kasakort meel walayaal yacni macqal may bahaye ama qalcad may bahaytay gayr caadi ah marka damaan ilaahay subxaanahu wa taala anfusahay taas markuu may baa bishaaran ay dadku muslimiinta ah wardu markasta ilaahay subxaanahu wa taala xasaare oo hadabdiuna ka dhiga u diintu inuu gargaaran walayo ka xeyowna naqadaas iyo ka daydayaan dadkaas oo geesiyaalka noocaas oo kale ah iyo shahaade inuu helan iyo ilaahay subxaanahu wa taala kaalmaysadaayaan laga marka dambeyn ilaahay subxaanahu wa taala dhulka iyo khaliifa ka dhiga taasna may baa shahidan ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii qoom shay gaalkii kibirka badanaayay fircoon haay oo habursadi badan horkii ha ka bati dhibaatiyo dareemen iyo oran uudiina min qabli an ta'tiyana wa min bacdi maa ji'tana meere nabiyullaahi muusa ma ereena qoomkii inta adan iyanka kooynana wayna dhibaay madi adan iyanka kooytina wayna dhibahay leh nabiyullaahi muusa calayhi meerey calayhi salaam عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون إلهي ما بحقيقك إياه عدوي إني لهلانا مركز ما إسلاحينا فرعون يا الدنيا ذلو كوايي الدنيا ككر جي أو فرعون لنك أبسدان يا إلهي لك عاوذ إيدا أتكايت إلهي موسى مدن كبشاري إلهي ما بمدنيا عدوي إني هلانا دوكونا مركز سسين ديل ومركز سير وليس نصوب ياسا marka lama arayeen istaciinuu billaahi wasbiru ilaahay kaalmaysada sabra ina alarda lillah yuurisuhaa man yashaau min cibaadi dhulka ilaahay iska leh ilaahay mayba dhahlasiilanku sifado adoomashay ka mid ah walilahrafaadana maare walcaaqibatu lilmuttaqiin cedabta dambe dadku muttaqiinta iska leh marka dambe ilaahay subxaanahu watacaala ti isugu qur-aanka ka sheegaya hayati fircoon iyo qoom shay waa halaagay ilaahay ma aray wa awrasana alqowma aladiina كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ما يبقى أهل سينا يجد كي لطن جلع سداي أو لقم سداي ميل إريده كبهاس ميل إريده اندياس قولكي إسا سارناي أو بغرتو يدي لسناي تي بروي أو راح هذا بغناي إلهي مركي فرعون يقومش يسهلا إلهي مره كم تركوا من جنات وعيون ميكي كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين أرميك التابعين إلى هذا وبيروين أسندوين وبيال والله إسكر سار قريال وقرقر حبضا ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين إليه قوم كالدهل سين فما بكت عليهم السماء والأرض فرعون يقوم شمركين لهلاقي irkii dhulkaba mamooyin dad fayla oo nag murgoodi mahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala helaagi oo markaasa meel araahe fabucdan lilqowmi aldaalimiin dad duumada ka dheerada ilaahay ranfuga wadadaasin ilaahi subxaanahu wa tacaala sunnadiis walibuu ahaa sunna oo saabita laa tataqayaru walaa tatabadal muslimiinta iyo gaalada inay markaas iska dhiyaayaan markii shidid iyo adkaata muslimiinta culays iyo dareema oo adeegu saxaabaha oo dadka shalbahan dad badan oo is-eraan markuun beeso wala dhaqaajiyo koormajar dadna is-eraan allihii khaaliqulkoonahay qolshii ballanqaadii xaqa nasri ha dhawaade markaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala nasri ilaahay markaasa sheene huwa aladii nunzil ghaysa min bacdi maa qanat markii dad badan quursadaan ya ilaahay subxaanahu wa tacaala nasri jay sheene laakiin nasriga asay ma isku kooyay oo rag fara badan oo mukhlisiin markii ilaahay doorada
iyo markaasina tagaaskooye ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo weela han wacdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyaan waana aaminaayaan qaabka kusuurta u lahayna ka dhaqaayaan. Jazakumullahu khayra.